أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي وأشواقي. تم دعوتنا لتغطية بازار تمكين يشجع السيدات لتسويق منتجاتهم. زرتوا شايفين في حوالي 15 ستول. إحنا في مدينة مانشستر بالتحديد في منطقة ويذن شو. هذا المكان هو مركز رياضي اسمه وود هاوس بارك. طبعا ما شاء الله يعني تنظيم جيد جدا. السلام عليكم. احنا منظمة تمكين. تمكين هي منظمة تعمل لدعم عمل المرأة من المنزل. يعني اي امرأة لا تستطيع ترك المنزل، عندها اطفال، عندها شخص مريض، عندها احد ديسابيليتي وما تريد تترك المنزل، لكن في نفس الوقت تريد دخل اخر، فاحنا نساعدها من خلال هذه البزارات. نعرفها على الناس مثل حضرة الأستاذ هنا يوسف الحلو، مشكورا اليوم هو موجود عندنا وراح يغطي الفعاليات. من خلال هذه الفعاليات الناس راح تتعرف على هؤلاء النسوة، تتعرف على البضاعة اللي يقومون بعملها، وبالتالي نساهم احنا في دعمهم ودعم أعمالهم.